متتبعي قناة ألفا سبريس، مرحبا بكم. نحن الآن تتواجدوا بشارع الزراوي مدينة الدار البيضاء، شارع الزراوي مدينة الدار البيضاء، والأزقة المتفرعة عنه عرفت تواجد مجموعة من اليهود المغاربة اللي كانوا تيقطنوا في هذه المنطقة بمدينة الدار البيضاء. ألفا سبريس حاولت فتح هذا الملف والتقت مجموعة من أبناء هذه المنطقة هذه باش يقربونا بالحضور اليهود المغاربة سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الريادي. سي لهنا، انت كنتي يعني شرفت على تاسيس واحد النادي سميتو نادي بورغول لكره القدم فتره على السبعينات. هذا النادي هذيك كان تضم بعض اليهود المغاربه، احكي لنا على هذه الفتره هذه. كنا جمعنا هذه الفرقه في 72 سميناها اف سي بي فوتبول كلوب بورغول، ومن ضمن هذا الفريق هذا كانوا معنا اربعه ديال اليهود كيلعبوا رسميين في الفريق بحالهم بحال المغاربه الاخرين. هما اصلا مغاربه غير واش كانوا تيسكنوا في هاد الزنقه ولا؟ كانوا كيسكنوا هنا، كانوا باربعه كيسكنوا هنايا، كانوا كيسكنوا هنايا وتزادوا هنا وكبروا هنا مع الفريق مده ديال 8 سنوات وما كيلعبوا، حتى سافروا لامريكا وفرنسا، ومن ضمن كانوا كيلعبوا كانهم هما ما تعزلش من انهم يهود وديونا مسلمين ولا هذا بحال. والدليل على ذلك انه كان واحد كيحبس الحارس وجوج كيلعبوا في الدفاع، وإلا تفرجتي في المباراه كتبان لك انهم عاديين بلا 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 كومبلكس بلا والو. هاد الفرقه اللي كان عندك واش كانت تلعب في الهوات ولا طلعت الاقسام؟ لا، هاد الفريق هادي ما كانش كيبغي وكاع يمشيو اللعابه يمشيو السيني ولا جا، الا واحد مشى للطاس وداه الزاولي، والزاولي كان بغى الفريق كامله ولكن على ظروف انه كانوا كيقراو وكان هذا، مشى واحد هو العلوي فتاح من تما مشى للوداد ولعب مع الفريق الوطني الى اخره. لعب عندي شكري العلوي تو لعب في الفريق تو ولد الفريق وترعرع في الفريق، وجبدنا فتاح لانه لعب مع الفريق الوطني، وكانوا بعض اللعابه كيجيو من برا كيلعبوا مع الفريق، عزيز عليهم منهم كريمو، منهم خوه، منهم مصطفى بوعوده، وكانوا لعابه اخرين كانوا منهم تيسير الله يرحمه لعب مع الفريق. بالنسبه لليهود المغاربه اللي كانوا تيلعبوا معكم الفريق، امتى مشاو امتى غادروا؟ غادروا في الاخر ديال السبعينات، تكون مع 68 78 79 مشاو لان تقريبا كبروا شويه ومع القرايه ومع الانسان كيقلب على العمل ديالو مشاو. بقات العلاقه بيناتكم؟ بقات العلاقه بيناتهم لان كنا كنمشيو لعندهم، كنمشيو مثلا لباريس او كنتلاقاو معاهم كيفرحوا بينا وكيقول لك حنا ما كننساوش الخير اللي درتوا فينا وداك الشيء. بقينا بحال الخوت الان كنتصلوا في الهاتف وكنتصلوا في باقي العلاقه الان مستمره. العلاقه الى يومنا هذا، وبلي كيجيو لهنا في الاعياد ديالهم هذا كيعرضوا علينا وكنتجمعوا عاوتاني وكنحيوا ذاك يعني الماضي اللي دوز. وبالنسبه للفتره اللي في هذه الزنقه هذه باش كانت تتمزق بالعلاقه التسامح ما بينكم ما بين المغاربه المسلمين والمغاربه اليهود؟ انا كنا بحال انا كانوا هنا اليهود عاديين كسائر الناس، يعني وناس كرماء وناس صراحه ناس طيبين بكل صراحه كالمغاربه. كانوا مثلا كاين بعض الاوقات كتمشي الام ولا هذا كتلقى الام ديال هذوك اليهود كتقابلها ولادها، كاين اللي رضعت المراه يهود رضعت ولاد المسلمه، هذه كانت علاقه طيبه حصل الجوار كانوا يعني صراحه بكل صراحه كانوا ناس متعنين. هذا هو اللي كان. من ضمن اليهود اللي كانوا كيلعبوا في الفريق كيسكن في الدار هذه هنا، وهذا عمار سميتو عمار كان كيلعب في الدفاع في الايمن، كان
اريار دروا. امتى غادر عمار؟ هذا كون غادر في اخر السبعينات 78 79 غادر مشى 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 لفرنسا، ولكن كل سنه في الاعياد كيجي وكنتصلوا به وكنحضروا معاه لا كان شي عيد ديالهم مع العائله ديالو وكل شيء، وباقي دائما اتصال بيناتنا وبيننا وبينه. من ضمن اللعابه اللي كانوا يهود كان مالكا دافيد كان حارس، وكان كيسكن في هذه العماره هذه، حتى هو مشى في الاواخر ديال فرنسا في السبعينات اواخر السبعينات. واحد البنايه اللي كانوا تيتواجدوا فيها اليهود المغاربه ولا المغاربه اليهود، هذه البنايه هذه كانوا تيديروا فيها الحفلات ديالهم، هي كانت عباره على ملتقى كاريفور، واحد القاعه ديال الحفلات اللي تيكون عندهم الحفلات ولا الاعياد اليهوديه تيديروها هنا، وكنا حنا تندوزوا من هنا حنا صغار مع الجده ديالنا وداك الشيء، وتيعرضوا عنا وتيطلعونا تيعطيونا داك الشيء ديالهم وداك الشيء. فلهذا هذه القضيه هذه بقات لاصقه لي انا في الذكر ديالي في الفكر ديالي، اني قلتوا بانكم باغي ديروا واحد الخاص على التواجد ديال اليهود المغاربه هنا في المنطقه ديال الزراوي وديال جالاغيزاك مع محمد صدقي، فبغيت نقول لكم ونوريكم هذه البنايه هذه. من الملاحظ ان اليهود المغاربه اللي كانوا تيستقروا في هذه المنطقه بزاف تاع الزراوي والاحياء المجاوره لها. اليهود المغاربه هادو هي اليهود المغاربه التواجد ديالهم الحقيقي كان في المدينه القديمه، ضرب قباس، ضرب تاع لالا تاجا، العرصه وداكشي، ولكن هذوك اللي تيولي لاباس عليهم شويه تيخرجوا من تما وتيديروا التجاره ديالهم هنا وتيسكنوا هنايا. هنا دابا تنتواجدوا هنا هذه الزنقه ديال محمد صدقي، هدف امام العماره اللي كانت تتواجد فيها مسجد او سيناغوغ ديال الجاليه اليهوديه، ها هي هنا في بريمير ايطاج اللي فين كاين هذيك الكليماتوزور، هنا كان واحد الجامع كانوا الجامع تيتعبدوا فيه اليهود، وكانت تتعرف الديانه الاسلاميه متسامحه وداك الشيء، يعني كل واحد تيدير الطقوس الدينيه ديالو تيدير العباده ديالو في حريه وما كاين لا مضايقات ولا والو، وما كنتيش كاع يمكن لك تفرج ما بين مسلم ويهودي، ولكن الحمد لله عشنا معهم حسن الجوار وحسن المعايشة وحسن الصداقة والجوار الجميل. حاليا تنتواجدوا في واحد المنطقة اللي اليبوك كان التواجد ديال اليهود المغاربة كان بكثرة، وحنا أمامنا واحد المعبد ولا واحد السيناغوغ ولا واحد المحل المكان اللي تيتعبدوا فيه اليهود، ومدرسة ديال اليهود المغاربة اللي كانوا تيقراو فيهم، واللي تعتبر من أقدم المدارس اللي دارت هنا في مدينة الدار البيضاء، واللي في الأول كانت عبارة على واحد المرأب يعني كراج كان تيمتلكو واحد اليهودي اللي كان تيتسمى تيمسيت، وباتفاق مع الجالية المغربية اليهودية لاليونس إسرائيليت يعني هذا المرأب تحول إلى مدرسة يهودية تيتلقاو فيها المغاربة اليهود الدراسة ديالهم بالعبرية. بالقرب من هذا المكان هذا كاين العائلة ديالكم؟ العائلة ديالي تواجدت هنا من 1930 في هذا الباركينج اللي هو الباركينج ديال إيدو أنفا، واللي هذا المكان تعرف اول صرخه ديالي انايا والصرخه ديال الوالد وديال العمام. حنا الجد ديالي كان خدام مع القائد العيادي اللي تعرف في السنوات المائضه واللي كان تيمتلك هذه المنطقه، واللي كانت تعتبر هي عرصه تيقولوا لها عرصه ديال العيادي، واللي كان الجد ديالي الله يرحمه كان خدام معاه. وهذا الباركينج اللي هو باركينج ديال الدونفا كانت السكنه ديال جدي اللي تزادوا فيها العمام ديالي وتزادوا فيها العمات ديالي، وكان واحد السيد هنا من فاس
تتسمى الحاج عبد القادر برادا اللي كان متخصص غير تيعمر الاتيل القيد العيادي. ايوا هذه هي المعلومات اللي عندنا، وعندنا معلومات اخرين، وحنا هذه المعلومات للتاريخ تنقولوها باش الاجيال المقبله يعرفوا بان اليهود المغاربه هما مغاربه 100%، وبان ما كاينش فرق بين يهودي مغربي ويهودي مسلم الا في الديانه. وما عمرنا حنا اعتبرنا بان اليهود المغاربه غرب علينا، المغرب ديالهم وحنا كنا ولاد المغرب.